السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كيف ما سبق ووعدتكم اليوم غادي نشارك معكم كيف تتعلم ابنتي اللغة العربية. دونك بصراحة قبل فكرت أنني نسجلها في الجامع عندنا هنايا في المدينة، ولكن فكرت أنها ممكن تقل عليها، ممكن نعمر لها البروغرام ديالها بزاف ما بين ليكول ديالها، ما بين لي زاكتيفيتي اللي كدير يعني خارج المدرسة. ما بغيتهاش تمل. دونك قررت انني نعلمها انا بوحديتي اللغه العربيه، داكشي اللي قديت عليه بطبيعه الحال واللي قدت عليه حتى هي، بلا ما نضغط عليها. دونك كنت شريت هذا من المغرب. الصراحه ما عقلتش واش انا اللي شريته ولا جابوا لنا عمو حسن. والله ما عقلت، سواء انا اللي شريتو سواء جابوا لنا الاخ حسن ايت بالله من قنيطره. باقي كنعقل جاب لينا بزاف ديال الكتوبه اللي ممكن تكتب بداك الفوتخ فيليدا سي سا صرا. دونك هذا شكون اللي ما يعقلش على هذه القراءه؟ شكون اللي ما يعقلش عليها؟ دونك خديت هذه القراءه هذه وكان كندير منها. بصراحه فايت لينا درنا حرف الباء، مي فوالا كنت كنتعصب بزاف ملي ما كتخرجش ليها الحاجه للراس، دغيا تعصبت عليها العام اللي داز وحبسنا ما بقيناش كملنا هاد السنه هادي. ساره قالت لي ماما كيخصني نتعلم اللغه العربيه، كيخصني نتعلم وكيخصني نعرف نقرا، لان المغربيه ديجا هي كتعرف لها مزيان الحمد لله، مي اللغه العربيه يعني قراءه الكتب او قراءه البلايك ملي كنكونوا في المغرب ما كتعرف ليهمش. دونك هي اللي لحات على انها تعلم، وقلت ما فيها باش نبارطاجي معكم كيفاش بنتي كتعلم اللغه العربيه. ايوا دابا كنتسنى ساره. من فين ساره؟ نعم يلا كنسجل. واخا شعرها مسكينه راه ما مشطش مزيان، ها مشطاتو لها خالتها عزيزه البارح في العشيه ملي دزنا لعندها، دونك ما قاداش نمشط لها، ما قاده ندير لها حتى شي حاجه مسكينه. ولكن طاطا انت مشطتي مزيان، ها انا ملي نعست الليل. طاطا انت راه مشطتي لها مزيان، راه هي ملي نعست بالليل تخسر ليها. يلا دونك اليوم غادي، شنو رايك ساره تبداي ليهم بايه قرانيه باش توري ليهم بانك راكي حافظه القران شويه؟ شنو بغيتي؟ سوره الاخلاص. سوره الاخلاص. يلا بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دونك اول حاجه غادي نبدا بها مع ساره هي غتكتب لي حرف الباء بالفتحه، حرف انا ديجا كتبتهم ليها، انا غادي نوريكم ديجا كتبتهم ليها هنايا، وهي غادي تكتب ومن بعد غندوزو للقراءه نشوفوا واش غتعرف تقرا ليا القراءه. ساره بدات كتكتب. كنبداو من اليمن لليسار. ساره هادشي اللي كندير. يلا انتما تكتب. سمحي لي. يلا غادي ديري قربتي تسالي؟ قربتي. يلا يلا ما عرفتيش نوريك. يلا سيري مزيانه مزيانه، كان ممكن ديري حسن مي مزيانة حتى هاديك. سيري نوريكم كيفاش كتبات. تبارك الله عليك بنتي. ممكن تقرأي لينا شنو كتبتي يا بنتي؟ واخا. با 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 بو 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 بي 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 بون 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 با 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 بو 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 بي بي بي
جدا. بعد ما كتبت لينا ساره الحروف بالحركات غادي تحاول تقرا لي دابا ماما هذه القراءه. هذه نقرا هذه ولكن هنقرا تالتا تاء. مازال ما حفظتيش تاء. ولكن بغيت نديرها. بغيتي تجربي؟ دونك غادي نقرا حرف الباء بلاتي غادي ندور لكم الفيديو باش تشوفوا شنو كتقرا فيه. بابا بوبي بابون بابوبي بون بابوبي بي. شنو الفرق اثاره الا بقيتي عاقله ما بين هاد بي وهاد بي؟ هاد بي كنديرو وصل فوصل وسط ما عارفاش كيفاش نقول قولي ولكن او ميليو او ميليو هادشي اللي كنت بغيت نقول داكور. وهادي الاخر الاخر تري بيان كملي. دابا عندي هنا واحو بو بي بي بابي بو بي بي بابي بو بي بي بابي. بغات تمشي للحرف تاء دونك هذا حرف التاء والحركات راه فحال فحال. حاولي تو توتون توتي توتو مزيان تا تو تي تون تا تو تي تو تي مزيان. تقدري تقراي هادو واخا الى قدرت. يلا حاولي تو 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 با. هي هذيك كملي با. هذه شناهي؟ هذه شناهي؟ هذه تفوق منها فتحه هي تا. اذا با تا بي با بي تو تو با تا بي با بي بي با بي تو تو با تا بي با بي. دابا ملي قرات سارة و كتبات غنديرو ما فيهاش باء ما فيها باس نديرو الاملاء لان اقترحت عليها دير الاملاء قالت لك ايه نديرو الاملاء. شنو هو الاملاء سارة؟ ديكتي. لا ديكتي دونك الصحة والراحة. يلا عندك انت فدي. شكرا. بغيتك تكتبي لي دابا كنت بصحة والراحة. غادي نفتي عليها ولكن من الاحسن تشوفوها شنو كتكتب او ميم طون ياك. عارفة عاقلة على الحركات؟ اه. بغيتك تكتبي لي حرف كتبي لي با با با. مزيان ديري اسباس كتبي دابا بن بن. كنعطيهم لها ماشي بالترتيب باش نعرفها واش شداهم ولا ما شداهمش. قلتي لي بن بن واخا. كتبي لي دابا بو 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 واخا. بو اكتبي واخا تكتبي خطا ماشي مشكل. دابا بغيت بو واخا. بي ملي اختي فيك العطش كتبي بي ولكن عايب شويه لقاش في العطش. معليش نزيدك كتبي بي صافي قلت لها نزيدك صافي تسكات عليه. دابا هنا يا اختي بي عندك طيحي على الدفتر بي. وي ديري اسباس راه بي قلتي لي بي. سي بيان دابو. كتبي لي با كتبي لي دابا سمعي غنبدل الحرف. بغيتك تكتبي لي تا ماشي تا تا تا. شنو درتي سمحي لي داكور.
كتبي لي دابا، ممكن تكتبي لي بابا، ديري اسباس، بغيت بابا. شنو هي بابا؟ بابا هو هو بابا. لي زوين. كتبي بابا مزيان 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 مزيان. ودابا غادي نقول لكم الى اللقاء، بالسلامه. السلام عليكم. وإذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لايك، تابوناو، ما تنساوش لايك وتابوناو وديروا لا كلوج ديال النوتيفيكاسيون باش كل نهار ملي كنديروا اون فيديو ايوا كتوصلكم ديريكت. يوم سعيد. يوم سعيد.